السبت 21 نوفمبر 2009، دخل سامح لمكتبه في الساعة 8 إلا الربع كما هي عادته اليومية منذ بداية عمله في جهاز المخابرات منذ 8 سنوات. كان سامح قصير القامة قليلا، متناسق الجسد، يرتدي نظارة طبية، يمتلك شعرا أسود اللون كثيف يصففه للخلف، يرتدي حذاء رياضيا وسروالا من الجينز وقميصا قماشيا. منذ بداية عمله وجميع من يعلمون أنه يعمل بالجهاز وكأنه أحد رجال المخابرات يندهشون بسبب مظهره البسيط والذي يحمل لمحة من الطيبة والبساطة، عكس ما يتخيله العامة عن رجل المخابرات الذي يرتدي بدلة ويتميز بالوسامة والشدة والكاريزما المرعبة. تلك الصورة التي تكونت من الأفلام والمسلسلات التي روت تاريخ المخابرات في البداية، وعمل مجموعة من الرجال الذين حملوا كاريزما خاصة في بداية عمل الجهاز. لكن سامح الذي لم يبلغ من العمر 37 عاما حمل من خلف قناع بساطته عقلية غريبة أهلته للعمل بالجهاز بعد أن كان ضابطا بالشرطة. عقلية تعتمد على المنطق وعلى نوع غريب من الحدس والاستنتاج معا وحساب الأمور بنسبة غير مفهومة للعامة. لم يتم اختياره لأنه ذكي ويجيد التفكير المنطقي، لا، فكثير من رجال الشرطة يجيدون ذلك، ولكن تم اختياره بسبب كونه يجيد القدرة على دمج خياله بتفكيره وإخراج الاستنتاج بسهولة. تظهر للبعض أنها عشوائية في التفكير، ولكنها دقة وصعوبة قامت على أساسها الكثير من العمليات الاستخباراتية في داخل الجهاز. نعود مرة أخرى لسامح الذي دلف إلى مكتبه وأشعل الضوء، ثم اتجه إلى الخزانة الموضوعة بجانب مكتبه على منضدة صغيرة وقام بضبط بعض الأرقام في واجهتها حتى سمع صوت أزير مكتوم، فأخرج سلسلة مفاتيحه من جيبه وفتح الخزانة، ثم أخرج منها بعض الملفات وأغلقها بحرص، ثم وضع الملفات على المكتب وجلس هو أمامها. ولكنه انتبه أنه وضع الملفات على ملف آخر موضوع على سطح المكتب، فأزاح الملفات وأمسك الملف بيده وهو يفتحه بدهشة. فهذا معناه تسليمه عملية جديدة بجانب عمليات المتابعة التي يقوم بها. أمسك بسماعة الهاتف وضرب رقما داخليا وقال: أوصلني بمكتب السيد رفاعي. انتظر قليلا ثم قال: كيف حالك يا رفاعي؟ وجدت اليوم ملفا لعملية جديدة على مكتبي، هل كلفتني الإدارة بحالة جديدة؟ نعم، سأنتظرك في المكتب حالا. أغلق سامح الهاتف ثم فتح الملف وبدأ في القراءة حتى ارتفع حاجبيه من الدهشة وهو يقلب في صفحات الملف بسرعة، حتى سمع طرقات على باب المكتب، ثم فتحه أحدهم ودخل وهو يبتسم لسامح الذي صافحه بحرارة وأجلسه أمامه وهو يقول: هناك خطأ بالتأكيد يا رفاعي في ملف تلك العملية، هل تلك العملية تتعلق بقضايا سياسية أم دولية أم مخابراتية؟ ابتسم رفاعي وهو يقول له: هذا الملف لا يخص عملية خاصة بالجهاز، هذا ملف جرائم قتل بدأت منذ أسبوع. قال سامح بدهشة: عمليات قتل؟ وليس لها علاقة بقضايا من اختصاص الجهاز؟ نعم، الموضوع عبارة عن تعاون ودي بين جهاز المخابرات وبعض الأجهزة الأمنية في القبض على القاتل، لأنه تخصص في قتل أفراد يعملون بجهة أمنية واحدة وبطريقة غريبة
ويبدو أيضا أن تلك الجرائم ستتكرر مرة أخرى لأفراد بعينهم، ويجب البحث عن القاتل فورا لأن الموضوع تسرب للإعلام وسيتم تضخيمه في الأيام القادمة إذا لم يتم العثور على القاتل الحقيقي. عدل سامح وضع نظارته على عينيه وهو يفكر للحظات، ثم قال: ما هي مهمتي وصلاحياتي؟ ولماذا تم ترشيحي لتلك العملية؟ مهمتك أن تعثر على القاتل، وصلاحياتك هي توفير كافة المعلومات من الجهات الأمنية المتعاونة عن القضية، وتنفيذ المطالب التي ستطلبها أثناء العمل في القضية. ولكن المشكلة أنك لن تعمل بنفس قوانين العمل داخل الجهاز، فأنت في الخارج لست ضابط حالة. يمكنك أن تحتفظ بأسرار العملية حتى عن رؤسائك، ولكن عليك مشاركة معلوماتك واستنتاجاتك مع باقي فريق العمل، وستجد تصريح اشتراكك في القضية داخل الملف الذي أمامك. أما عن اختيارك أنت، فقد اختارك السيد محمد بسبب عملك سنوات عديدة في الشرطة وملفك المشرف بهم. هل هناك أسئلة أخرى قبل استلامك للعملية؟ رد سامح بلهفة: والعمليات التي أديرها كضابط حالة، والعمليات الوقائية التي تسلمتها منذ أيام، ما هو مصيرها؟ سيتم تحويلها لضابط آخر لحين انتهائك من القضية. نسيت أن أقول لك، لن يمكنك الاستعانة بأي من الذين يعملون داخل الجهاز بطريقة قانونية، فيمكنك أن تكون فريقا للعملية من أي جهة أمنية تختارها للعمل معك. هذه العملية بصفة ودية بين الأجهزة الأمنية وجهاز المخابرات، فيجب عليك أن تحذر وأنت تتعامل مع ضباط الأجهزة الأخرى. ابتسم سامح وهو يقول لرفاعي: لا مشكلة في ذلك، سأبدأ العمل اليوم. إحدى جرائد المعارضة هي، برغم ذلك، واسعة الانتشار داخل مصر. لو ذهبنا إلى مكتب رئيس التحرير لوجدناه يجلس على مقعد المكتب وهو ينظر بتركيز نحو هذا الصحفي الشاب الذي جلس وهو يتابع ما يقوله في حماس، وكل ما فات من كلامي لا يساوي شيئا مقابل القادم. فكما قلت لك منذ قليل، إن جريمة القتل الأولى حدثت منذ أسبوع لمخبر يعمل هناك، وكانت بشعة بكل المقاييس، ولكن الجريمة الأخرى التي حدثت منذ أيام هي التي تجعل هناك خيطا خفيا بين الجريمتين. تم تعذيب القاتل قبل قتله. استخدم القاتل فكرة أكل أجزاء من أعضاء القتيل. هناك جهة أمنية واحدة يعمل بها المجني عليهما، وحتى الآن لا وجود لخيط يؤدي للقاتل أو للسبب الذي ارتكب به جريمته. لقد توصلت لبعض الصور والتقارير الخاصة بالجريمتين، ولو قمنا بنشر الصور والتقارير والمعلومات حول الجريمة سنحصل على سبق إعلامي غير مسبوق، وخصوصا أن القضيتين في طي السرية حتى الآن، والمعلومات التي حصلت عليها تمت بطريقة غير شرعية. ابتلع رئيس التحرير ريقه وهو يقترب من الصحفي قائلا بهدوء: هذا التحقيق خطر يا سالم، وسنفتح على أنفسنا أبواب العذاب من كل الجهات في الدولة. رد سالم بلهفة: أنت تعرف أن تحقيقا كهذا سيكون سبقا يمكن أن يقلب الدنيا رأسا على عقب، بل إنه سيعيد للعقول حادثة بني مازار التي شغلت الرأي العام منذ مدة. ظل رئيس التحرير ينظر لسالم لدقيقة كاملة وعلى وجهه علامات التفكير، وقد قطب جبينه وهو يحرك عينيه كثيرا، وفي النهاية قال: ما زال التحقيق خطرا عليك، ولكنه سبق إعلامي كما قلت أنت، لذلك فما رأيك أن ينشر التحقيق تحت اسم المستعار حتى لا تسأل أمنيا عن مصدر معلوماتك؟ وأنا عن نفسي سأكتب لك ورقة تفيد بأنك تكتب مجموعة مقالات صحفية عن حوادث قتل تحت اسم المستعار،
وسأكتب اسمك والاسم المستعار وأقوم بتسجيلهم في الشهر الأقالي كي أحتفظ بحقك في التحقيقات، وفي نفس الوقت سيمكنك جمع المزيد من التحقيقات من مصادرك بدون الإضرار بك. ما رأيك؟ فكر سالم مليا ثم ابتسم ببشاشة وقال: موافق، ومن الأفضل أن ننشر التحقيق يوم الأحد القادم إذا سمحت يا سيدي. أي غدا؟ سينشر كما طلبت أنت، وسنجعل له نصف الصفحة الأولى والصفحة السادسة بالكامل. زادت ابتسامة سالم أكثر وهو ينهض من على المقعد بحماس. وأنا سأقوم بإكمال التحقيق وجمع أكبر عدد من المعلومات من مصادري. انتظر، قالها رئيس التحرير وهو يكمل متأملا سقف الغرفة. الجزار يثير الهلع بين رجال الأمن. هذا هو المعتشد الرئيسي للصفحة الأولى في يوم السبت. ما رأيك؟ ردد سالم العبارة وهو يتذوقها بين شفتيه ليرى وقعها، ثم ابتسم لرئيس التحرير وهو يتجه إلى باب المكتب ليخرج، وصوت رئيس التحرير يتبعه قائلا: لا تنس أن تمر على الخزينة لتأخذ منها 3000 التي دفعتها لمصادرك، بالإضافة ل500 جنيها مكافأة لك على هذا التحقيق. في داخل مكتب العميد عمر جلس، وهو أمامه جلس ضابطان من الشرطة والجميع يتحدث، في حين أن عمر أخرج علبة سجائره وأخرج سيجارة وأعطاها لأحد الضباط الذي أخذها شاكرا، ولكن رفض الضابط الآخر بلطف. ثم جلس على مقعده مرة أخرى وأشعل قداحته وهو يقول، والسيجارة ما زالت بين شفتيه: سيأتي الآن ومهمته واضحة، وهي المساعدة في القبض على القاتل. انتهى من إشعال السيجارة، فأعطى القداحة للضابط ليشعل سيجارته، في حين قال الضابط الآخر بملل: شيء مضحك أن يشترك ضباط مخابرات في حل قضية من اختصاص الداخلية، من أين له بالخبرة الميدانية في العمل في مجال التحقيقات والجرائم؟ في رأيي وجوده سيكون بلا فائدة. أخذ عمر نفسا من السيجارة ثم قال بافتضاح: لا تستهن بخيرة رجال المخابرات يا عبد الرحمن، ثم إن التعاون جاء من أوامر عليا. رأيت أن يقوم التعاون بين الأجهزة في تلك القضية وبطريقة سرية، وليس لنا حق الاعتراض على الأوامر. كانت الساعة الآن تدق 10 تماما عندما سمع الجميع طرقات على الباب، ودخل رجل وهو يؤدي التحية العسكرية قائلا: من يريد مقابلة العميد عمر؟ ويقف خارجا. فطلب عمر أن يدخله، وأنا سأقوم بإكمال التحقيق وجمع أكبر عدد من المعلومات من مصادري. انتظر، قالها رئيس التحرير وهو يكمل متأملا سقف الغرفة. الجزار يثير الهلع بين رجال الأمن. هذا هو المعتشد الرئيسي للصفحة الأولى في يوم السبت. ما رأيك؟ ردد سالم العبارة وهو يتذوقها بين شفتيه ليرى وقعها، ثم ابتسم لرئيس التحرير وهو يتجه إلى باب المكتب ليخرج، وصوت رئيس التحرير يتبعه قائلا: لا تنس أنت تمر على الخزينة لتأخذ منها 3000 التي دفعتها لمصادرك، بالإضافة ل500 جنيها مكافأة لك على هذا التحقيق. في داخل مكتب العميد عمر جلس هو وأمامه جلس ضابطان من الشرطة والجميع يتحدث، في حين أن عمر أخرج علبة سجائره وأخرج سيجارة وأعطاها لأحد الضباط الذي أخذها شاكرا، ولكن رفض الضابط الآخر بلطف. ثم جلس على مقعده مرة أخرى وأشعل قداحته وهو يقول، والسيجارة ما زالت بين شفتيه: سيأتي الآن ومهمته واضحة، وهي المساعدة في القبض على القاتل. انتهى من إشعال السيجارة، فأعطى القداحة للضابط ليشعل سيجارته، في حين قال الضابط الآخر بملل:
شيء مضحك أن يشترك ضباط المخابرات في حل قضية من اختصاص الداخلية. من أين له بالخبرة الميدانية في العمل في مجال التحقيقات والجرائم؟ في رأيي وجوده سيكون بلا فائدة. أخذ عمر نفسا من السيجارة ثم قال باغتضاب: لا تستهين بخيرة رجال المخابرات يا عبد الرحمن، ثم إن التعاون جاء من أوامر عليا. رأت أن يقوم التعاون بين الأجهزة في هذه القضية وبطريقة سرية، وليس لنا حق الاعتراض على الأوامر. كانت الساعة تدق العشرة تماما عندما سمع الجميع طرقات على الباب، ودخل رجل وهو يؤدي التحية العسكرية قائلا بأنه هناك من يريد مقابلة العميد عمر ويقف خارجا وينتظره، فأمره عمر أن يدخله. دخل سامح من الباب وهو يلقي التحية عليهم ويتقدم ليصافح عمر وهو يقول له: سامح صبحي، العميد عمر زهران، تشرفت بك يا سيد سامح. صافح سامح أولا الضابط والذي عرفه بنفسه أنه المقدم صالح عبد الحي، والآخر الذي عرف نفسه بأنه المقدم عبد الرحمن عبد العزيز. جلس سامح على مقعد بجانبهم أمام المكتب، والثلاثة يتأملونه بعيون خفية. مظهره العادي والذي لا يحيي بعلاقته بالمخابرات أو بعوالمها التي لطالما تغلف بالسرية والكتمان والغموض، كان مظهره وملبسه وطريقة حديثه عادية، ليس بها ما يميزه بكونه رجل مخابرات. بالفعل كان مخيبا للآمال بشكل كبير. قطع سامح الصمت وهو يقول باغتضاب: تشرفت بالعمل معكم، متى سنبدأ العمل؟ رد عمر بسرعة قائلا: من الآن لو أحببت، ولكن ما هو مدى اطلاعك على معلومات القضية؟ تسلمت ملفا مبدئيا للعمل بالقضايا، ويحتوي على معلومات بسيطة عن ثلاث قضايا وقعوا على فترات ثابتة، ويبدو أن منفذ الجرائم شخص واحد أو جهة واحدة. وقرأت بعض التقارير البسيطة عن القضايا، ولكن كما تعرف هذا لا يكفي، فيجب أن أطلع على كل التفاصيل. أطفأ عمر السيجارة في المدفأة التي أمامه، ثم نظر لسامح واعتدل في جلسته: من اليوم سيكون لك مكتب بجوار مكتبي أثناء فترة عملنا بالقضايا، ولقد أمرت اليوم بعمل نسخة من كل ورقة أو ملف أو صورة تتعلق بالقضايا، وستكون جميع الأوراق على مكتبك بعد ساعات قليلة. كل ما تريده يمكنك أن تطلبه مني أو من أي ضابط يعمل على تلك القضايا. تنحنح صالح بعد انتهاء جملة عمر، ثم قال موجها حديثه لسامح: أنا لا أقصد إهانة لك يا سيج، ولكن ما صلة عمل المخابرات بالقضايا الجنائية؟ أنا أعلم أن ضباط المخابرات بعيدين كل البعد عن الشؤون الداخلية. ظهرت نظرة متواعدة على وجه عمر في حين رد سامح: بالفعل ضباط المخابرات ليس لهم صلة بجرائم القتل والسرقة إلا إذا كانت تتعلق بقضايا أخرى سياسية أو دولية، ولكن أوامر القادة جاءت بالتعاون بين جميع أجهزة الدولة، وذلك لاحتواء القضايا، مما فهمت على ألغاز تخرج عن كونها جرائم عادية مثل تلك الصورة التي رأيتها للمجني عليه الأخير المدعو صابر، والذي كتب بدمائه قبل موته آدم عاد، مما يعني أن هناك معرفة قديمة بينه وبين القاتل، وبالتالي فجميع من كانوا على معرفة بهذا الشخص الذي قام بثلاث جرائم قتل بطريقة غريبة على عقلية الرجل المصري، ويبدو وبدون ترك أي دلائل تقود إليه في مسرح الجريمة، وطالما هناك لغز وهناك الكثير من الرجال التي تربطهم علاقة عمل بجهة أمنية يقتلون، إذن القضية تتعلق بأمور خطيرة ويجب الوقوف عليها بسرعة قبل وقوع عدد كبير من الضحايا. فهم صالح من إجابة سامح أنه يقول له بلطف:
ليس هذا من شأنك، لأنه لم يعطه جوابا شافا، بل تكلم معه عن القضية محاولا الهرب من الإجابة بلطف. سمع الجميع طرقات على الباب. ثم دخل شاب طويل القامة وسيم الملامح، وهو يلقي التحية ليصافح الجالسين في الغرفة، وصوت عمر يرتفع بفخر قائلا: أعرفكم بالرائد حسن المهجي، انضم أمس لفريق البحث في القضية. مد سامح يده وهو يصافح أسعدا ويتأمل ملامح وجهه التي تحمل وسامة، ولكنها وفي تلك اللحظة كانت تحمل لمحة من الهم والحزن. الرائد حسن كان صديقا شخصيا للمرحوم علي، غير أنه عمل مع صابر ولطفي قديما. قال عمر تلك العبارة في نفس اللحظة التي سحب فيها حسن مقعدا وجلس عليه. الساعة 4:25. شكر سامح العسكري الذي أحضر له آخر الملفات ووضعهم أمامه على المكتب، ثم سأله إن كان يأمر بشيء آخر، فشكره سامح بلطف. فخرج العسكري بعد أن أدى التحية العسكرية لسامح الذي هز رأسه. بالرغم من عدم معرفة مهمة سامح، إلا أن العسكري قد استشفى خطورة هذا الرجل، فلقد خصص له مكتبا مغلقا خاصا، وتم نقل ملفات قضايا على مكتبه. ثم ذلك الأمر من سيادة العميد بتلبية كل متطلباته أثناء تواجده داخل المكتب. والأغرب أن العميد شدد على الجميع بأن لا يعلم بتواجده أحد. لم يكن من الصعب على العسكري وزملائه الذين يعملون بقدوم الزائر أن يتوقعوا أنه على درجة عالية من إحدى الجهات الأمنية، لذا وجب احترامه. بعد خروج العسكري عدل سامح وضع منظاره وهو يتأمل الغرفة التي يجلس منها. كانت غرفة متوسطة الحجم، يبدو أنها استخدمت كغرفة لتحفظ الملفات لأنها تحتوي على الكثير من الأرفف والدواليب، ولكنها قد نظفت قبل مجيئه من الملفات القديمة، ووضع بها مكتب أنيق لا يتناسب مع شكل الغرفة، ومقعد جلدي ضخم يناسب المكتب، وهاتف، وبعض الأقلام والأوراق. أخذ سامح نفسا عميقا وهو يشعر بالضيق لانتظاره كل تلك الساعات حتى تأتيه ملفات القضايا والتحقيقات. بالرغم من وعد العميد عمر أنها ستأتي بعد ساعات قليلة، إلا أنها تأخرت حتى هذا الوقت، والذي فضل سامح أن يقضيه في الغرفة التي أعدتها له. ظل جالسا هكذا يتأمل الغرفة كثيرا، كعادته عند دخوله أي مكان أن يتأمل كل تفاصيله ويحفظها في ذهنه لأي ظرف يمكن أن يقابله عن هذا المكان مستقبلا. وأخيرا أتت الملفات وأمسك بأحدها يتأملها، وهو يأتي بورقة خالية ليضعها بجانبه على سطح المكتب العالي بدون أن يضع تحتها شيئا. ثم أمسك القلم وفتح الملف وأخرج الصور ووضعها جانبا، والتحاليل الجنائية في جانب، والتحقيقات والتقارير في جانب آخر. ثم أخذ الصور ليتفحصها. صور كثيرة لموقع الحاجز، صورة لمرآة غرفة نوم كبيرة مهشمة، ثم صورة أخرى لمرآة تشبه مرآة الحمام مهشمة أيضا، ومرآة يبدو أنها كانت جزءا من دولاب قبل تهشيمها، ثم صورتين لمرايا أخرى مهشمة. نظر سامح للورقة الموضوعة بجانبه وكتب بها مرآة، ثم نظر مرة أخرى وهو يتأمل صورا لمطبخ وصور أدوات طبخ وأطباق وملاعق، ثم طبقة ضخمة موضوع فيه قطعة لحم كبيرة مشوية، ثم صور لقدم مرقاة على الأرض وقد ظهرت عظامها. فنظر إلى الورقة مرة أخرى وكتب أقدام. قلب الصور لمسرح الحادثة حتى وصل إلى صورة للمجني عليه ملقى على الأرض بجانب مقعد ملقى بجانبه، والدماء تغرق نصفه الأسفل الذي ظهرت منه عظام فخذيه وقد بترت قدماه من الركبة. ظل يقلب الصور المقربة لوجه الجثة
والتي تظهر مدى الألم الذي ارتسم على وجهه قبل موته، حتى وصل إلى صورة الحائط وقد كتب عليها بخط أنيق بالدماء: أقدامي تجرني إلى الموت. اتسعت عين سامح وهو يكتب العبارة في الورقة. لم يكمل تصفح الصور، ولكنه وضعها جانبا وقام بفتح تقرير المعامل الجنائية، والذي جعله يجمع فكرة لا بأس بها عن الجريمة. المجني عليه علي أحمد عثمان، رائد بأمن الدولة، بعد بلاغ من الزوجة التي تقول إنها لا تتذكر شيئا سوى أنها فتحت عينيها ليلا لتشعر بمحقن يخترق ذراعها، لتغيب عن الوعي وتفيق الساعة 9 صباحا وتشاهد جثة زوجها في الصالة، فأبلغت الشرطة والتي بدورها أبلغت الجهة التي يعمل بها القتيل بعد معرفة أنه أحد رجال الأمن. لا وجود لبصمات غريبة إلا بصمات بعض الأقارب وبصمات الزوج والزوجة وطفل صغير قريب لهم، يأتي لهم أياما في الأسبوع ليقيم معهما ثم يرحل بعد أيام. القاتل دخل الشقة بطريقة بسيطة جدا، فقد صعد سلم العمارة ثم قام بتسلق المنور حتى وصل إلى نافذة الشقة، وقام بفتح النافذة بطريقة بدائية عادية ودخل منه، ثم أغلقها وراءه ودخل إلى غرفة النوم وحقن الزوج والزوجة، ثم نقل الزوج وهو حي إلى الصالة وكبله جيدا بأحد المقاعد، ثم استخدم المنشار الذي يستخدم في العمليات الجراحية، قام ببطر القدم من منطقة الركبة وتبعها باستخدام مشرح جراحي بقطع أجزاء من الفخذ بطريقة فنية وكأن له خبرة تشريحية سابقة، لأنه قام بإخلاء اللحم من الأقدام المبتورة ثم نقل أجزاء اللحم إلى إناء طعام ضخم وقام بسلقها في مدة من الممكن أنها تجاوزت الساعة، ثم وضع قطعة كبيرة منها في صينية للشواء وأضاف عليها قطع بصل وطماطم وبهارات وصلصة. مكونات البهارات والصلصة أتى بها القاتل معه، فلم تتعرف عليه الزوجة. ثم وبعد نضج اللحم نقله إلى الصالة مرة أخرى وأخذ يأكل أمام القتيل حتى انتهى من جزء من اللحم، ثم قام بإسقاط المجني عليه على الأرض وهو مقيد في مقعده، وتركه هكذا حتى مات بعد أن نزف جزءا كبيرا من دمائه بين الساعة 3 و5 فجرا، ثم كتب على أحد حوائط الصالة عبارة: أقدامي تجرني إلى الموت بإصبعه، بعد أن بلله بدماء المجني عليه. بعدها فك الحبل عن جثة وحمله معه، ثم فتح باب الشقة وخرج منهم. أما عن الجثة تشريحيا فلا تحتوي على أي أشياء غريبة إلا أطر كدمة في الرأس تكونت من ضربة عنيفة تلقاها المجني عليه، غير هذا لا توجد آثار أخرى. حتى بعد حلق شعر الجثة وغسلها جيدا لم تظهر عليه آثار سوى ذلك الحبل الذي قيدت به الجثة. أما عن الدماء فقد وجدت جرعة من مخدر المورفين وجرعة لا تذكر من مخدر آخر غير معروف. كانت الورقة الآن أمام سامح مليئة بالكلمات مثل مورفين، مرايا، نافذة وكلمات أخرى يستخدمها سامح للدلالة على أفكار في عقله تخصه هو. فتح المحاضر وبدأ بقراءتها بتعمق وهو يقرأ محاضر الزوجة والأقارب والأصدقاء المقربين وبعض رجال الحي، ثم فتح تقارير قدمها فريق البحث في القضية وظل يتابعها بهدوء حتى انتهى منهم. عاد مرة أخرى وقرأ تقارير المعامل الجنائية وتقارير لفريق البحث والمحاضر، وكان يدون بعض الكلمات في الورقة بجانبه. ثم وللمرة الثالثة قرأ الأوراق الخاصة بالقضية وشاهد الصور بتعمق كثير. جمع الصور والأوراق وأعادها مرة أخرى لملف القضية،
ثم أحضر ورقة أخرى ووضعها في موضع الورقة السابقة، وأزاح الورقة السابقة جانبا، وفتح ملف قضية اللطف عبد محمد، وظل يتابع الصور والتقارير والملفات الجنائية وتقارير الشرطة والمباحث والمحاضر، وهو يدون على الورقة الجديدة كلمات مثل مورفين، مرايا، عين، أذن، فم، بهارات، مسدس، حتى انتهى من الملف وراجعه مرة ثانية وثالثة بدقة. فتح الملف الثالث وهو يتأمل الصورة التي أثارته عندما اطلع على نسخة منها صباح اليوم. رجل ينام على وجهه وقد انتشرت دماء تحت رأسه، ويده اليمنى مقطوعة، أما يده اليسرى فهي ممدودة بطولها، وفي نهايتها طرف سجادة مرفوع ومكتوب بالدماء وبخط مهزوز وباهت يصعب قراءته: آدم عاد. ظل يتأمل الصورة دقيقة كاملة وهو يحاول أن ينشط خياله عن تلك الشخصية التي كتب القتيل اسمها، ثم قلب الصور ليجد صورا لمرايا تم تهشيمها وصورا أخرى للقتيل وقد قلبه رجال المعمل الجنائي ملتقطين صورا لوجهه وعينيه المقلوعة والدماء التي تخرج من فمه، ثم صورا للمقعد وصورا مقربة ليده اليمنى الموتورة. ولكن توقف سامح وهو يسأل نفسه عن عدم وجود أي صور لأواني الطبخ أو أدوات طبخ مثل ما حدث في باقي القضايا. كان يسجل الملاحظات في ورقة جديدة، ولكنه توقف فجأة عند صورة مقربة لعبوة زجاجية تحتوي على مسحوق أصفر اللون ملقاة على الأرض. هنا اتسعت عيني سامح وهو يحتب لنفسه بدهشة: أميتال السوجا، مطعم بمنطقة الهرم. تعود العميد عمر أن يأخذ أطفاله وزوجته إليه في أيام العطلات كي يقوم بصرفه عنهم، وخاصة لكثرة غيابه وانشغاله. كان يرتاح بطبيعة الحال في ذلك المطعم لكثرة المرات التي ذهب فيها إليه، وكان هذا هو أول مكان قرر أن يصحب إليه حسن كي يتحدثا بعيدا عن جو العمل ويتناولا الغداء. كان عمر يجلس مبتسما وهو يأكل من الأطباق الموضوعة أمامه ويتكلم مع حسن الذي جلس شاردا يرد بأقل الإجابات. توقف هنا عمر عن الأكل وتغيرت ابتسامته، ثم تكلم بجدية. نظر حسن للأرض شاردا وهو يقول: آدم عاد. مد عمر يده في جيبه ليخرج علبة سجائره وهو يقول بعدم اهتمام: آدم من؟ نظر حسن حينها في عيني عمر الذي أشعل السيجارة، ثم نظر إلى يدي حسن اليمنى وأشار ناحيتها وهو يقول بابتسامة: ما أخبار الخطوبة؟ نظر حسن ليده اليمنى وبالتحديد إلى الدبلة التي أحاطت أحد أصابعه، ثم زفر نفسا طويلا وهو يقول: بخير. إذن فقد فهمت رسالتي. ظهرت ملامح السؤال على وجه حسن، فقال عمر بنفس الابتسامة: رسالتي لك تقول إنك ستتزوج قريبا ثم تصبح أبا وتتحمل الكثير من الأعباء وتذوق الكثير من الراحة والاستقرار بعد كل هذا، وأنت تريد أن تنبش في ملفات الماضي، أليس هذا غباء يا بني؟ تحفز حسن وهو يرد على عمر قائلا: أي ماض هذا الذي أنبش فيه؟ الماضي هو من عاد لنا من جديد يا سيادة العميد، عاد في شخص آدم مرة أخرى. ظلت ملامح عمر جامدة وهو يقول: أي آدم؟ آدم الذي نعرفه هو اسم انتحله أحدهم في قضية هامة منذ سنتين وثم القبض على الفاعل، أما آدم الذي تتكلم عنه فهو سراب، وكيف تفسر قتل علي وصابر ولطفي، ولماذا هم دون غيرهم؟ اعتدل عمر في مقعده وهو ينظر إلى أحد المناضد الذي جلس عليها رجل وزوجته وطفلة صغيرة تبتسم لهم، ثم أشار برأسه ناحيتهم وهو يقول: هل ترى تلك العائلة يا حسن؟
نظر حسن بطرف عين للمكان الذي أشار إليه عمر الذي أكمل قائلا: تلك الابتسامة التي تكونت على شفاههم، نحن من نسهر للحفاظ عليها، نحن من يموت منا الآلاف في سبيل تلك الأسرة، نحن من يرسم الإعلام لنا صورة السفاحين الذين يتسلون بتعجيب الشعب، ذلك الشعب الذي يقدر بعشرات الملايين، نحن من نحميه. ولو يوما ما أخطأنا وعذبنا عشرات، حاسبونا وكأننا عذبنا الملايين، لتعيش تلك الملايين في سعادة. ما المشكلة من بعض الأخطاء؟ لا أعتقد أن أحدا من هؤلاء يتخيل ما يدبر لهم في الخفاء. تلك القنبلة التي كانت ستنفجر في الملهى الليلي في تلك الليلة منذ سنتين، في القضية التي تشغل بالك، لو انفجرت كم رجلا كان سيموت؟ كم امرأة؟ عشرات، مئات. ولكن قل لي، ماذا لو أمكنني أن أمنع تلك الحادثة؟ وسيكون الثمن رجلا أو اثنين أو حتى ثلاثة. كانت عين حسن على شفاه عمر وهو يتحدث، مكملا كلامه بعد أن أخذ نفسا من السيجارة: هذا نحن زوار الفجر، من يرتعش منهم رجال الشارع، وفي نفس الوقت يرتعد منا المجرمون، وهذا هو المطلوب. لا يوجد فيلم أو مسلسل أو قصة إلا وصور رجال يرتدون ملابس سوداء وعلى وجوههم نظرة سادية متوحشة، ونحن نقتل الأبرياء لدرجة أننا أنفسنا صدقنا تلك الدعاية، برغم أننا لا نفعل مثل ما يحدث في تلك الأفلام، ولا نحتاج لذلك في كثير من الأحيان. لكن لو وصل الموضوع إلى أمن الملايين، فأنا مستعد أن أفعلها بنفسي وأقتل العشرات في سبيل حياة الملايين. أطفأ السيجارة في منضدة صغيرة في وسط المنضدة، وهو يقترب من حسن قائلا بصوت خافت وهو يضغط على مقاطع الكلمات: هل تريد الحقيقة؟ أنا نفسي أعرف أنني أفعل الكثير من الأخطاء، ربما مررت الكثير من الليالي على عقلي وأنا أحاسب نفسي، ولكن من في مثل ظروفنا لا يمكنه التراجع، وعليه أن يسير في الطريق مهما قابل أو واجه. هل قلت لك أنني أتخيل أنني أقتل في نهاية حياتي؟ نعم، أقتل. نوعي من الرجال ليس هذا النوع الذي يسوي معاشه ثم يجلس في المنزل يداعب أحفاده ويتحدث مع أبنائه ثم يموت على فراشه وهو يبتسم، بل سأقتل. اتسعت عينا حسن وهو يئنق يقول شيئا، لكن عمر قال بسرعة بغضب: ولكن لن أموت على يدي قاتل غبي يدعي أنه قد عاد من الموت لينتقم لعائلته. تلك الأفلام القديمة تثير أعصابي، سأقتل على يد أحد أعداء الوطن، وحينها سأكون شهيدا. أما أن أموت ميتة مهينة كتلك فهذا لن يحدث. اسمع يا بني، ما نحن فيه الآن هو طريقنا الذي اخترناه، هذا هو الطريق الذي نختاره بإرادتنا، وعندما نسير فيه نفقد تلك الإرادة. بعد أن انتهى عمر من كلماته ابتسم مرة أخرى وأرجع ظهره للوراء، ثم عاد ليأكل وكأن شيئا لم يكن. أما حسن فقد نظر إلى عمر دقيقة وهو يفكر ثم قال: وماذا سنفعل؟ ظل عمر يأكل كما هو وهو يقول ببساطة: هي قضية مثل أي قضية يا بني، وسنقبض على القاتل في غضون أيام، وأراهنك ساعتها أنه سيكون شابا متهورا وليس آدم الحقيقي الذي تعلم جيدا أنه مات في المستشفى واختفت جثته. وحتى ولو لم يمت فهو قد فقد الإبصار وقدمه اليسرى وفقد معهم عقله، أي لا يمكنه الهرب من المستشفى. الموضوع أبسط من ذلك بكثير، ولكن لم يكن على صابر الغبي أن يكتب هذا الاسم بدمائه قبل أن يموت. رد حسن بتأثر: كان يريد أن يجدونا كي لا يحدث لنا مثل ما حدث له. توقف عمر عن المضغ وحسن يكمل: أتمنى أن أعرف ما رأى صابر قبل موته. هنا نظر عمر لعين حسن والأخير ينظر له بنفس الطريقة، والاثنان يتخيلان ما حدث لصابر قبل موته. أميتال سوجوم.
هناك شيء غريب، قال سامح تلك العبارة في داخله وهو يتذكر معلومات عن تلك المادة التي يسميها العامة مصل الحقيقة، وتأخذ شهرة بأن أجهزة المخابرات تستعملها بكثرة، بالرغم أنها لا تستعمل كثيرا في عوالم الاستخبارات في العصر الحديث بسبب ظهور مواد أخرى لها نفس الفعالية وأفضل وبدون آثار جانبية. مادة أميتال الصوديوم أو بنوتال الصوديوم استخدمت بكثرة في المعتقلات النازية، وقد روج الألمان أساطيرها لإرعاب الأسرى من تلك المادة التي تعمل على القشرة المخية وتقوم بفصل جزء من الوعي عن الشخص بعد حقنه بجرعة معينة، حيث يمكن للشخص أن يتقبل أي أوامر تأتي له من الخارج، لأن العقل الواعي في تلك الحالة يكون في حالة غياب مؤقتة، وبالتالي في حالات كثيرة تتوقف قدرة المخ على التخيل والإبداع، مما يجعل من يقع تحت تأثيرها يفقد القدرة على اختلاق الأكاذيب عندما يتم سؤاله عن شيء ما. وفي كثير من الأحيان استخدم الألمان ذلك العقار ليثبت أفكار معينة أو أوامر أو ذكريات غير حقيقية، حيث يصحو الرجل وهو مقتنع بتلك الأوامر والذكريات لأن عقله الباطن قد صنفها على أنها موجودة بالفعل، ولكن كثيرين ممن وقعوا تحت تأثير ذلك المثل رفض عقلهم تنفيذ الأوامر التي أتت لهم، أو حتى رفضوا الإجابة على الأسئلة التي وجهت لهم بسبب عدم غياب الوعي بالكامل، مما جعلهم يتحكمون بجزء من الإدراك. وهناك أيضا من يملكون حساسية شديدة تجاه ذلك المخدر، ولذلك فهو يستعمل على إطار ضيق، وليس كما يعتقد العامة أن المخابرات تستخدمه لاستجواب العملاء أو المتهمين بكثرة، وليس الموضوع أن يتم حقنه لأحد ما فيقول لك ما تريد، ولكن على الرغم من ذلك فلهذا العقار تأثير لا يمكن إهماله. ولكن لماذا هناك زجاجة عقار ملقاة على الأرض بإهمال، والزجاجة كما يبدو في حالة خام، أي ما زالت مسحوقا يشبه البودرة، لم يخلط بالماء ليتم حقنه. أمسك القلم وعيناه تتسعان قليلا وهو يكتب في الورقة الجانبية المادة المجهولة، ثم وضع الصورة جانبا وهو يقلب في بقية الصور حتى توقف مرة أخرى عند صورة الحائط وقد كتب عليه بالدماء لا أرى لا أسمع لا أتكلم، فابتسم وهو يقول في عقله إن الدائرة بدأت تكتمل. فتح تقارير المعمل الجنائي وهو يقرأها بحماس، زوجة صابر تم تخديرها، ثم ضرب القاتل صابر على رأسه ليفقد له الوعي ونقله إلى الصالة وكبله، ثم حقنه بمخدر المورفين مرة أخرى ولكن بنسبة قليلة جدا عن كل مرة، ثم انتزع عينه ولسانه وأدخل آلة حادة لأذنه، وبعدها استخدم منشارا طبيا وقطع يده اليمنى من منفصل الرسخ ليقطع معها الشرايين والتي بدأت بالنزيف، فك الحبل عنه ثم تركه وكتب على الحائط عبارة لا أرى لا أسمع لا أتكلم، وخرج من الباب في حين أن صابر رمى جسده من على مقعده، فقد كان ما زال واعيا وظل يزحف إلى أن توقف وأزاح السجادة وكتب تحتها بدمائه بيده اليسرى آدم عاد، ثم توفى في فترة بين الساعة الثالثة والرابعة. لا وجود لبصمات غريبة أيضا، ولكن عثر على زجاجة في الصالة يبدو أنها وقعت من الجاني، وبتحليلها وجد أنها مادة بيناتول الصوديوم وقد تم استخدامها من قبل بمقدار ربع المادة الموجودة داخل الزجاجة، الزجاجة خالية هي الأخرى من البصمات. رفع سامح عينيه عن التقارير وعلامات الاستفهام تتراص في عقله، ولكنه يفعل كما تعود كل مرة أن يمنع عقله من القفز إلى أي استنتاجات قبل أن ينتهي من مطالعة كل ما يخص عمله والتأكد من كل صغيرة وكبيرة حتى لا يكون هناك مجال للخطأ قبل القرار. فتح ملفات التحقيقات وظل يقرأ التحقيقات التي أجرتها النيابة مع الجميع
حتى توقف عند تحقيق ظل يقرأه وعيناه تضيقان وهو يركز في كل كلمة فيه. امرأة تقطن في نفس الشارع الذي يقطن فيه صابر تقول إنها كانت تجلس بجانب النافذة هي وطفلتها، وفجأة رأت في حدود الساعة الثالثة رجلا يخرج من نفس العمارة التي يقطن بها صابر ويحمل في يده كيسا بلاستيكيا أسود اللون. لم ترى وجهه لبعد المسافة وقلة إضاءة الشارع، ولكنه رأته يرتدي سروالا أسود وجاكيتا جلديا أسود ويسير بعرج بسيط لم تلحظ إلا بعد أن خطى بضع خطوات. تقول السيدة إنه خرج من بوابة العبارة ونظر حوله ثم صار بعيدا ليختفي في أحد الشوارع الجانبية. عاد سامح لتدوين الكلمات في الورقة والتي امتلأت تلك المرة عن الورقة السابقة، ثم بعد أن انتهى من باقي التحقيقات عاد لمشاهدة الصور مرة أخرى والتقارير والتحقيقات مرتين حتى شعر أنه يعرف كل حرف في الأوراق التي قرأها. هنا خلع نظارته وهو ينظر إلى السقف ويفكر، نهض وذهب ليفتح باب الغرفة فوجد العسكري الذي أحضر له الأوراق يجلس أمام الباب، فطلب منه كوبا من الشاي ومياها وعاد مرة أخرى للداخل. أوقف حسن سيارته أمام تلك العمارة العالية بجانب مدينة نصر، ثم نظر إلى ساعته التي اقتربت من 8:30 وهو محرج من ذلك التأخير، فقد وعد أنه لن يفعل ذلك مجددا، ولكنه تأخر هذه المرة أيضا. تناول علبة الشوكولاتة من على مقعد السيارة ثم خرج منها وهو يعدل هندامه. في الواقع كان شاردا ولا تشغله أي أفكار عنها الآن سوى أنها ستغضب كعادتها. كان يفكر في غضبها وهو يستقل المصعد للطابق الرابع ويقف أمام الباب ويضغط على الجرس. انفتح الباب ليظهر خلفه طفل في الثامنة، ابتسم عندما رأى حسن فابتسم له حسن وهو يحمله بذراعه اليمنى ويقبله على خده عندما ظل يقول بصوت مرح، عم حسن جاء، عم حسن جاء. دخل حسن وهو يحمل الطفل ويسأله عن حاله والطفل يجيبه بفرحة، أهلا حسن، أهلا يا بني. سمع حسن العبارة السابقة فنظر لصاحبها الذي كان جالسا وينهض الآن ليصافحه، فرد حسن بسرعة، أعتذر يا عمي على تأخري كل هذا الوقت ولكن الأمر ليس بيدي. مد الرجل يده بود يصافح حسن الذي أنزل الطفل ليجري ناحية إحدى الغرف ليبلغها وهو يقول بابتسامة كبيرة، لا عليك يا أمي بني، فطبيعة عملك هي التي تفرض ذلك، ولكن عليك أن تقنع مريم بذلك. نظر حسن للأرض بحرج وهو يقول، بالتأكيد هي غاضبة مني. سمع فجأة صوتا أنثويا من خلفه يقول بغضب، نعم. فنظر بسرعة ليجدها مريم تقف وهي تنظر له بغضب. كانت مريم في 26 من عمرها، ذات وجه أبيض دائري وعيون عسلية. من ينظر لوجهها يشعر أن عليه ألا يحرك عينيه من عليها، فوجهها هو خليط من وجه فتاة جميلة الملامح وطفلة شقية وأم طيبة ترتدي حجابا أبيض اللون وفستانا أبيضا أعطاها مظهرا رقيقا وأضفى على وجهها بياضا أكثر فأصبحت أجمل من أي مرة قابلها فيها. وبالرغم من كونها غاضبة فإن طبع الحسن قد ظهر في خديها وهي تنظر له متوعدة، فقال الأب شيئا ما ثم ذهب لإحدى الغرف كي يترك حسن ومريم ليتناقشا بحرية، في حين قال حسن بارتباك، هذه المرة يمكنك أن تحكمي علي بما تريدين. بعد أن جلس حسن على الأريكة وجلست هي أمامه على مقعد قالت له بتوعد، للمرة الثالثة تحدد لي موعدا للذهاب للسينما أو الخروج سويا ثم تتأخر عليه وتتأخر عليه بالساعات وليس بالدقائق، أليس كذلك؟ نظر لهم وقد ظهر الحرج على صوته وهو يرد قائلا، أعرف أنه كان علي الحضور الساعة 5 لآخذك
ولكن كلفت بمأمورية هامة، فاتصلت بالوالد لأعتذر له لأنني سأتأخر، وهو قال إنه سيبلغه. نعم سيبلغني وقد أبلغني، ولكن أنت بي وأنا أظل طوال النهار أنتظرك وأتخيل اللحظات التي سنقضيها معا، وأنت تأتي بكل بساطة لتعتذر. هل تعرف كم مرة فعلت ذلك بي؟ وهل تتذكر كم مرة خرجنا سويا، وكم مرة جلست معي لنتحدث مثل ما يفعل كل المخطوبين؟ بالرغم من خطبتنا منذ 5 أشهر، إلا أنني أشعر أنني ما زلت وحيدة. هل تشعر بي؟ شعر حسن بالذنب بسبب تجاهله غير المقصود لمريم. عاش حياته السابقة يؤمن بعدم وجود الفتاة التي يمكن أن يأمنها على نفسه. عاش حياته يرى كل فتاة غانية أو لعوب أو زانية، وفجأة تغيرت آراؤه بمجرد أن تعرف إلى مريم. منذ 6 شهور كان يجلس داخل إحدى الكافيتريات بالهرم وهو يراقب أحد المطلوبين في كمين، هو ومجموعة من الضباط المندسين وسط الجالسين، وفجأة وقعت عيناه على الفتاة الرقيقة الجالسة، وعلى قدمها جلس ذلك الطفل، وهي تتحدث إلى فتاة أخرى تشبهها، ويجلس بجانبهما رجل وقور. وجد نفسه يتابعها هي بعينه بدلا من الاهتمام بالكمين. ما الذي جذبه إليها؟ بالتأكيد ليس جمالها، لأنه رأى من هم أكثر جمالا منها. هناك شيء ما، وكأنه يحيطها بهالة من النور، إنها روحها. بالطبع، قبل أن ينتهي الكمين، طلب من أحد الضباط الأقل رتبة أن يجمع معلومات عن تلك الفتاة التي تجلس وهي تحمل الطفل. انتهى الكمين، وعاد حسن وهو يحلم بملامح تلك الفتاة، حتى جاءه التقرير، والذي وضح أنها خريجة كلية التربية منذ أعوام ولا تعمل، وسبق أن تمت خطبتها إلى زميلها في الدراسة، ولكن تم الانفصال بعد عام من الخطبة لأسباب عائلية. والدتها توفت أثناء الولادة لأخيها الأصغر منذ 8 سنوات، وتركت للزوج مريم وشقيقتها الكبرى شاهندة وطفل صغير يدعى محمود. شاهندة تزوجت منذ أعوام، وظلت مريم في كنف والدها. أما الوالد فيمتلك شركة توريدات كهربائية صغيرة تدل عليه أرباحا محترمة. لم يكتب حسن خيرا، واستطاع الحصول على رقم هاتفها، وحاول التعرف بها، ولكنها رفضت حتى الحديث معه، حتى جاء لمنزلها ليطلب يدها من والدها، وهي لا تعرف أنه هو من كان يحاول أن يتودد إليها على الهاتف. وها هي خطبته الآن، وبقى على موعد الزواج شهور معدودة، ولكن المشاكل كما هي. إذا أنت حتى لا تنتبه لحديثي، جعلته العبارة الغاضبة يفيق من أفكاره، فنظر إلى مريم وهي تنظر له غاضبة، وهو يرد بسرعة. من حقك أن تلقي علي أي عقاب، وأنا سأنفذه، ولكن لا تغضبي هكذا أرجوك. ظلت ملامحها جامدة، فابتسم حسن قائلا بصوت خافض: أرجوك ابتسمي، فقد اشتقت لوجهك وهو يبتسم لي. ظهرت على ملامحها أنها تحاول أن تخفي ابتسامة ترتسم على شفتيها. لو ابتسمت سأقوم بتقليد نومي العازب. لم تخف ابتسامتها التي غزت وجهها وهي تنظر للأرض محاولة إخفاءها، فضحك حسن وهو يقدم لها اعتذارا مرة أخرى على تأخره، وكأنها كانت تنتظر ذلك، فظلت تسأله بلهفة عنه وعن أحواله وماذا فعل في يومه، وهي تلقي العبارات المضحكة بين الحين والآخر. نظر لها مبتسما وعقله سعيد بوجودها بجانبه. أخيرا وجد الشخص الذي يهتم بأخباره وأحواله ويشعره بالدفء الذي ظل يبحث عنه. لا يعرف لما فجأة جاء على باله مشهد لمدة ثانية ثم ذهب، مشهد باتول وهي ميتة وعيناها مفتوحتان وتحاول بيدها اليمنى لمس كتفها الأيسر. شعر أنه تشبع بالقضية، نظر مرة أخيرة للـ3 ورقات وهو يراجع البيانات للمرة الأخيرة، ثم مزق الورقة بعناية
وألقاها في سلة القمامة حيث لم يجد نفعا من الأوراق، بعد أن حفظ البنيانات التي يحتويها في عقله. أخذ يحدد مسارات تفكيره وهو ينظر لمساحة خالية من الغرفة. علي أن أتخيل نفسي مكان القاتل. القاتل يستخدم الثلاثاء من كل أسبوع، ولكن لحظة، القاتل يختار يوم الثلاثاء بعد الساعة 12، فهو يتراوح بين يوم الثلاثاء والأربعاء، ولكنها ليست صدفة، فهو يختار هذا التوقيت في كل مرة، أي يوم الثلاثاء ليلا والأربعاء صباحا. الشيء الذي يجيب السؤال عنه أيضا، كيف يعرف عناوينهم الخاصة والتي ليست شيئا سهلا بسبب عملهم في جهاز مباحث أمن الدولة؟ هو يعرف العنوان جيدا، يذهب لهناك في وقت محدد، كيف يستطيع الدخول للشقق، ولماذا يستخدم العقارات المخدرة؟ توقف تفكير سامح للحظات وهو يتخذ قرارا ما. أخرج هاتفه المحمول وقام بالاتصال بأحد الأرقام المسجلة وانتظر حتى رد الجانب الآخر. أهلا يا دكتور ميلاد، أنا السيد سعد الذي عملت معه في مشروع المزرعة الأسترالية منذ عام. ضحك سامح بمجاملتي ويقول: أطال الله عمرك، هل تمتلك ارتباطات اليوم يا دكتور؟ جيد، إذن سأثقل عليك في طلب صغير، وهو خدمة في مشروع جديد، لكن لن تكون شريكا رسميا فيه، أحتاج إلى خبرتك في إدارته. بعد ساعة من الآن في منزلك. نعم أتذكره، سأكون عندك في الميعاد يا دكتور. أغلق سامح الخط وهو يتذكر الدكتور ميلاد ميخائيل وعمله معه في تحليل نفسي لمجموعة من المتدولين قبل إرسالهم للعمل في روسيا ومتابعة زرعهم خطوة بخطوة. بالطبع الاسم الكودي للعملية كان هو المزرعة الأسترالية، والاسم الكودي لسامح نفسه هو سعد. أما الدكتور ميلاد فهو طبيب نفسي ناجح جدا، يستعين به الجهاز من وقت لآخر في عمليات محددة، حيث يعتبر من الاستشاريين داخل الجهاز والذين لا يعملون بصفة دائمة فيه. وكان أول ما خطر في بال سامح هو أن يستعين بطبيب نفسي محنك كي يكتشف له بعض الألغاز في القضية. لقد سمح له الجهاز بتكوين فريق عمل، وهو الآن يحتاج لأول فرد من الفريق. ها هو الطبيب النفسي ميلاد ميخائيل يجلس على مقعد الأنثري وهو يطالع بعض التقارير الأخيرة في آخر ملفات القضايا. يجلس بوقار وهو يرتدي قميصا فضفاضا أيضا وسروالا من قماش وحذاء جلديا. يتميز بوسامته الشديدة والتي كللتها الخصولات البيضاء في شعره لتعطي مزيدا من الوقار والوسامة لمظهره. أمامه جلس على المقعد المقابل في صالة داره سامح، وهو ينظر له بدون أن يتكلم. من الصعب أن يتخيل أحدهم أن يكون اللقاء بينهما بهذه الغرابة. فبعد الترحيب من قبل دكتور ميلاد وإحضار أكواب الشاي، فتحه سامح في تلك القضية وأنها بعيدة عن عالم المخابرات. أخبره الطبيب في البداية أن هناك أطباء متخصصين في المعامل الجنائية التابعة للجهات الأمنية، ولكن سامح أخبره أنه يريده هو بسبب خبرته في التحليلات الغريبة التي تقوم على المخاطرة. فهذا النوع من القضايا جديد على المجتمع المصري وليس من السهل التعامل معه، وتوقف خطواته القادمة. ولذلك فالتحليلات الجنائية لنفسية القاتل ليست كافية، وكأنها لعبة بازل وهناك قطعة مختفية. وسامح يرى أن الدكتور ميلاد هو الذي يمكنه أن يحدد القطع المختفية من البازل ويعيد ترتيبها. استلم الطبيب الملفات وظل يقرأ فيها لمدة ساعة إلا ربع، لم ينطق أحدهم. وسامح يجلس بهدوء ينظر للطبيب الذي أخذ يقرأ الملفات بدقة. كان هناك نوع من التعود بينهما، وخصوصا سامح الذي لم يظهر عليه الملل أو الضيق، وكأنه مر بذلك كثيرا ويعتبره شيئا طبيعيا.
أغلق الدكتور ميلاد آخر الملفات بعد أن أعاد ترتيب التقارير مرة أخرى داخله، ثم نظر إلى سامح وقال: هذا القاتل مصاب بمرض نفسي بحق، ولكن يكذب عليك أي طبيب لو قال لك ما طبيعته. في البداية، لا يوجد داخل القضايا المصرية كثير من القتلة المتسلسلين، حتى الكثير من القتلة التي اعتمدوا على التسلسل والتطابق في أنواع الضحايا أو في أماكن القتل أو الساعات الزمنية لا يمكننا أن نعتبرهم قتلة متسلسلين بسبب أنهم اعتادوا على السرقة، مثل ريا وسكينة في أوائل القرن. لذلك ظهور حالة قتل تسلسلي هي طفرة وتدل على عقلية ليست هينة مغلفة بنوع من المرض النفسي، لأن القاتل التسلسلي ليس رجلا تظهر على وجهه علامات الغضب ويسير في الشارع يحمل سكينة ويقتل كل من يقابله. هذا النوع من القتلة يمتلك حسا مرهفا وذكاء فطريا وخيالا واسعا، يمكنه من إخفاء آثار جريمته بعد ارتكابها، وفي أغلب الأحيان عندما تحاول الشرطة صنع الكمائن له فإنه يفلت منها بسهولة بسبب كونه ليس مجرما سرجا شهوانيا يمكن أن ترمي له بطعم فيجري ناحيته وهو يلهث، بل هو يفكر بطريقته ويسبقك في التفكير بخطوة ويستعمل دائما عنصر المفاجأة وعدم النمطية. والقاتل المتسلسل في الغالب يحمل شيئا ما في نفسيته غير سوي، كتجربة عنيفة أو أفكارا تربى عليها أو معتقدا عقائديا أو فلسفي. وكما ترى فإن الكثير من تلك الأسباب لا تصلح لميلاد قاتل متسلسل مصري، ولكن هذا القاتل بلا شك هو قاتل متسلسل من الطراز الأول. والأدهى أنه لا يعلم بهذا، أي أنه لا يمارس القتل بغرض الشهرة بل لغرض آخر واضح تماما، ولا أعرف لماذا لم ينتبه له الأطباء الآخرون. كما كنت أقول، إن القاتل ونطلق عليه اسم آدم مؤقتا بسبب الاسم الذي كتب بالدماء، بنفذ العمليات في يوم الثلاثاء بعد منتصف الليل، وهو لم يخطئ هذا التوقيت ولا مرة، وذلك يعني أن هذا التوقيت يحمل قدسية خاصة في عقله، ويجب عليه أن يحافظ على قدسية هذا الموعد في تنفيذ جرائمه. وبالطبع واضح أنه لن يتخلى عن أي موعد في كل أسبوع. تنحنح الدكتور ميلاد وكأنه يريد أن يقول شيئا، ثم اقترب من سامح قائلا بحرج: وأعتقد أنه سينفذ في كل أسبوع جريمة ما، ولن يمنعه أحد لأنه يدرس جميع الاحتمالات قبل الجريمة، ويمكنه دائما أن يسبقنا بخطوات لأنه يمتلك عنصر المبادرة. ظل سامح محافظا على تعبير وجهه وهو يستمع لبقية حديث دكتور ميلاد الذي أكمل: آدم كما اتفقنا أن نسميه اختار هذا الوقت لأنه مر بتجربة عنيفة جدا في مثل هذا الوقت، ولذلك هو يعيد تجربة مشابهة لها عندما يحين كل ثلاثاء من كل أسبوع، وكأنه يحيي ذكراها، المرايا التي يكسرها قبل ارتكابه الجريمة. هذا تعبير عن خوف آدم من رؤية وجهه في المرآة، وهذا لغز يشغلني، فلماذا يخاف أن ينظر لوجهه في المرآة؟ يمكننا أن نضع احتمال أن وجهه يحتوي على تشوه يخشى رؤيته في المرايا، ولكن ارتكاب الجرائم في توقيت واحد وزمن واحد يجعلني أميل إلى وجود شخص لا يريد أن يراه آدم، شخص يخشاه وكأنه عدوه اللدود، ولذلك يكسر المرايا كي لا يراه. هل هناك شخصيتان للقاتل أم إن القاتل يشمئز من مظهره؟ لو كان يشمئز من مظهره فسيكون هذا بسبب تجربته التي يعيدها كل مرة، أي أنه يشعر أنه مشوه، وبالطبع لا أقصد التشوه الجسدي بل النفسي. قاطعه سامح قائلا: هل يعني أنه يخاف المرايا في كل وقت؟ لا بالطبع، في تلك الحالة أرى أنه يعيد كل يوم ثلاثاء ليلة حادثة تعتبر نقطة تحول في حياته، وكما أن العريس بعد غرفة النوم لعروسة ليلة العرس، فآدم بعد المكان الذي يدخله قبل أن يعيد التجربة المقدسة كل ليلة، والإعداد يبدأ بكسر المرايا كي لا يرى شيئا معينا فيها، وهو لن يحتاج في حياته لكسر المرايا.
أنه ببساطة أكثر يتحول في تلك الليلة، والناتج عن هذا التحول هو تحطيم المرايا، ولكن بمجرد الانتهاء من الليلة فإنه يعود لطبيعته مرة أخرى. وعن موضوع الضحايا، فسأقول لك شيئا بسيطا، آدم هذا لا يسرق شيئا، ولا يقتل للتلذذ مثل ما سيعتقد البعض، ولكنه يفعل ذلك للانتقام. وشيء آخر، ففي عقله، هو لا يقتل أحدا، وبذلك هو لا يشعر بالذنب، لأنه في الجريمة الأولى للقتل اللطفي، نجد أنه أخرج عينه، وقطع لسانه، وفقع الأذن، وأكلهم أمامه، ولكنه لم يقتل، فهو مات بعد ذلك، متأثرا بالصدمة. وكذلك في قضية علي وصابر، فهو يقوم بتحقيق انتقام محدد ليس بهدف القتل، فلا يمكنك أن تعامله على أساس أنه قاتل. لو كنت تبحث عن قاتل فلن تجده، أما لو كنت تبحث عن شخص طبيعي فستعثر عليه، قال سامح وهو يفكر بصوت عال. إذا فهؤلاء الثلاثة تجمع بينهم صفة واحدة، ألا وهي أنهم اشتركوا في تكوين ذكرى لآدم، وتلك الذكرى هي ما تحركه. هل يمكن أن تكون تلك الذكرى هي تعذيبه مثلا؟ مرة أخرى لا يمكننا التيقن، ولكن الغالب أن كل خطوة يقوم بها هي انتقام متقن لتلك الذكرى. والدليل على ذلك أن هناك اثنين، صابر ولطفي، يشتركان في نوعية الانتقام، أي أنه أخرج لسانهما وعيونهما ودمر أذناهما وكتب عبارة لا أرى لا أسمع لا أتكلم في أماكن واضحة، أي أن هذين الاثنين شاهدان على فعل ما، ولكنه لم يمنع هذا الفعل، ولذلك فأكله للعيون واللسان والأذن هو حرمان لهما من الأجهزة التي شهدا بها الواقعة غير المعروفة. أما علي فهو قد فعل شيئا ما يتعلق بقدمه، ربما سار في طريق ما أو حرم أحدا من السير، المهم أنه قرر أن يأكل قدمه كي يحرمهم منها، وفي نفس الوقت هو يأكل اللحم أمامهم لغرض ليس اعتباطا. هل تلك الذكرى أو الحادثة العنيفة كان هو في موضعهم، أي مكبلا وهو يشاهد شيئا ما يحدث له أو أمامه؟ هل لذلك هو يعيد التجربة مرة أخرى فيقطع أجزاء من أجسادهم ليأكلها أمامهم وهم غير قادرين على الحركة أو الدفاع عن أنفسهم؟ سكت الدكتور ميلاد للحظات وهو يأخذ أنفاسه ويفكر بعمق قبل أن يقول، صابر هو الوحيد الذي لم تؤكل أجزاء جسده واختفت. لماذا صابر؟ بالرغم من أن العبارة موجودة في شقته، أي أنه يصنف من ضمن من كانوا شاهدين على ذكرى ولم يفعل شيئا، ولكن أعتقد أن آدم قد كافأه بأنه لم يأكل الأجزاء التي قاطعها، لأن أكل أجزاء من لحمهم هي متعة له وانتقام. أما صابر فقد قرر أن يحرمه فقط من تلك الأعضاء بدون أكلها، أي لم يحقق انتقامه كاملا بالرغم من قطعه ليده اليمنى والتي يظهر أنه اشترك بها في عمل ما في ذكريات آدم. بعد أن شعر صابر أنه يفارق الحياة كتب تحذيرا بسيطا، لم يقل فلان قتلني أو اقبض على فلان، بل كتب تحذيرا آدم عاد، ولم يوضح حتى من هو. هذا التحذير موجه لأشخاص بعينهم وليس تحذيرا عاما لقاتل طليق مثلا، بل هناك من فاهم الرسالة وهناك من يوجه لهم صابر تلك الرسالة كي يحذروا منه، لأنهم بالتأكيد على القائمة القادمة. آدم عاد، هل هي جملة تؤكد على اسم القاتل؟ هذا شيء ليس له علاقة بالطب النفسي، ولكن العودة هنا تعني أن الذين يعرفون شخصيته كانوا يعتقدون أنه لن يعود، فكلمة عاد تعني أنها مفاجأة كشخص ميت وعاد للحياة مرة مثلا. الجزء الثالث، الجزار. الليلة عندي صديق على العشاء، الأحد 22 نوفمبر 2009، خبر بجريدة في الصفحة الأولى، الجزار يثير الرعب بين دوائر الأمن المصرية، فشل ذريع يلاحق رجال الأمن عند مطاردته. خفض عمر الجريدة التي كان يطالعها منذ قليل وعلى وجهه علامات الغضب، في حين أن حسن وبجانبه ضابط آخر أمسكوا بنسختين من نفس الجريدة وهم يطالعون الخبر بشغف.
تسرب الخبر يا سادة، وهذه المرة تسرب بتفاصيل كثيرة، يجب أن نفعل شيئا ما. قال عمر تلك العبارة بغضب، فرد عليه الضابط قائلا: لماذا لا نظهر لهم أن مسجون الخطر ونقول إننا قبضنا على الجاني ونغلق ملف القضية إعلاميا؟ رد حسن بسرعة عليه قائلا: هذه القضية ما زالت مستمرة، وربما واجهنا حالات قتل أخرى، فماذا سنقول وقتها؟ سمع الجميع طرقا على الباب، فنظر الجميع للباب الذي يفتح ويدخل منه سامح محيا إياهم، ثم أخذ يصافحهم حتى وصل لعمر الذي ناوله الجريدة وقال بحسرة: انظر، لقد تسرب الخبر كاملا وسيتضخم في خلال أيام. لم يبدو على سامح أنه يهتم بهذا الكلام، ولكنه رد باقتضاب: قرأت الخبر هذا الصباح، المهم آخر أخبار القضية. ابتسم عمر له وهو يقول: دعني أنا أسألك، ما آخر الأخبار؟ هل قرأت التقارير أمس؟ نعم، ولكن هل توصلتم إلى جديد؟ هل تريد أن تناقش الآن القضايا؟ لا، أريد شيئا، أريد ملف الرائد علي المجني عليه في ثاني جرائم القتل. في نفس الوقت نطقت ثلاثة التي تواجدوا في الغرفة نفس الكلمة. ماذا؟ فرد سامح ببساطة: أريد دراسة ملف السيد علي وتاريخ عمله والقضايا التي اشترك بها. نظر حسن لعمر ثم قال حسن بأدب: وهل لذلك علاقة بالقضية؟ رد عليه سامح بهدوء: نعم. اعتبر عمر أن تلك الطريقة التي يتحدث بها سامح هي غرور زائد وجهل، ولكنه شعر بأن سامح يبحث بحق عن شيء ما، وهذا جعله يقول بابتسامة: لك ما تريد، ولكن أعطينا فرصة كي نحضر لك الملف. وقاطعه سامح بسرعة وهو يعتذر على المقاطعة قائلا: معذرة، ولكن أريد هذا الملف بأي طريقة بأسرع وقت إذا سمحت الفرصة. شعر عمر بالإهانة من تلك المقاطعة وبدأ يتضايق، وتغيرت نظرته لسامح، ولكنه حجم غضبه بصعوبة وهو يقول: غدا على الأكثر سيكون الملف معك، ولكن أنت تعرف أن ملفا كهذا يحتاج تصاريحا ووقتا لخروجه، هل تريد شيئا آخر؟ شكرا. قالها وهو يبتسم لأول مرة منذ بداية اللقاء، ثم يصافحهم وهو يغادر الغرفة، في حين أن عمر طلب من الضابط الآخر أن يغادر الغرفة هو الآخر، ثم نظر إلى حسن الذي قال بسرعة: طلب غريب. هز عمر رأسه نفسيا وهو يقول: بالعكس، هو يسير في الاتجاه الصحيح، وهذا يعني أنه بدأ يمسك بطرف الخيط. جلس عمر على مقعد مكتبه، فجلس حسن أمامه وقال: لا أعتقد أنه في يوم واحد سيتوصل لشخصية آدم الحقيقية ويعرف القصة بالكامل، سيحتاج لوقت ومعلومات كثيرة، والذين يعرفون المعلومات لن يتكلموا. شردت عينا عمر على سطح مكتبه وهو يقول بنبرات بطيئة: بالعكس، لقد أثبت أنه بقليل من الوقت والمعلومات يمكنه الوصول إلى الحقائق التي يصل إليها غيره بعد أيام وأسابيع. سأحاول من تلك اللحظة أن أوقف تدفق المعلومات من حوله قليلا. ماذا سنفعل في خطواتنا نحن؟ دق عمر على رأسه وكأنه تذكر شيئا وقال: تذكرت، جاءتني التقارير اليوم من الرجلين الذي كلفتهم بالبحث عن آدم، وعرفوا أن آدم بعد دخوله المستشفى قد أصيب بحالة نفسية لا أتذكر اسمها الآن، ستجدها في التقرير، وفقد القدرة على السير بقدمه اليسرى، وفقد الرؤية بإحدى عينيه، وتدهورت حالته الصحية حتى أبلغت ممرضات المستشفى عن موته المفاجئ، وعندها أغلقوا عليه الغرفة ليحضر الأطباء للتأكد من موته. اختفت الجثة فجأة، ولكن الجميع يؤكد على موته. أخذ عمر يقوم بفتح الأدراج الجانبية للمكتب وهو يبحث عن شيء، حتى أخرج بضع ورقات مطوية وفردها يراجعها بعينه بسرعة وهو يقول: لا يوجد جديد في التقارير سوى عن أصدقاء أو معارف أو أهله، فكلهم لا يعلمون شيئا عنهم منذ اختفائه، ولم يرى أحد منذ دخوله المستشفى، وباقي التقارير تثبت ذلك.
قال حسن بدهشة: إذا ليس هناك إثبات لكونه ميت، وليس هناك إثبات أيضا لكونه حي، ولو كان حي، قل لي كيف سيعيش بقدمه الوحيدة وعينيه الوحيدة وحالته النفسية سوى أن يكون من مجاذيب الشوارع؟ لو كان ما زال موجودا أو عاقلا لظهر في أي مكان يمكنه العيش مرة أخرى. ورأيي أن شخصا بهذه الحالة لا يمكنه أن يقتل دجاجة لأن حالته الصحية لا تصلح. رن هاتف حسن فأخرجه وأغلقه كي ينتبه لحديثه مع عمر، وقال: إذا سنستبعد احتمال وجود آدم الحقيقي، من إذا يفعل هذا؟ ولماذا كتب صابر أن آدم قد عاد؟ ربما كان شخصا آخر غيره يحاول إبهامنا بأنه آدم الحقيقي، ولكن من هذا الرجل؟ وكيف علم بأسمائنا وعلاقتنا بآدم؟ على فكرة، نسيت أن أذكر لك عبارة لم أفهمها في التقارير. هناك شخص كان يواظب على زيارة آدم كل أسبوع، ولكنه غير معروف. اتسعت عينا حسن باستغراب وهو ينظر له. رئيس التحرير يجلس وهو يبتسم للصحفيين الجالسين أمامه على منضدة الاجتماعات، وكلهم يضحكون ويتحدثون عن ذلك النصر الذي قام به زميلهم سالم. زادت مبيعات الجريدة 300,000 عن معدلها الطبيعي بسبب انتشار خبر الجلسة كالنار في الهشيم بين المواطنين، والكثيرين ينتظرون الحلقة الثانية من التحقيقات التي ستنشر في عدد الغد. أراهن بأن الجريدة ستزيد توزيعها في الأيام القادمة عن اليوم، لأن الجميع ينتظر باقي التحقيقات بشغف. ألف مبروك يا سالم، قال أحد الصحفيين العبارة وهو ينظر إلى سالم مبتسما، في حين قال رئيس التحرير مخاطبا الجميع: هذا هو الوقت يا شباب لترتفع جريدتنا إلى القمة، ففي الوقت الذي سيتابع فيه الرأي العام التحقيقات التي ستنشر لسالم بعنوان الجزار لغز بلا حل، يجب علينا أن نرتفع ببقية أقسام الجريدة ونكثف مجهودنا كي لا يعتقد القارئ أن جريدتنا تعتمد على خبر واحد ليحملها. يجب أن تحتوي الأعداد القادمة على تحقيقات في نفس قوة تحقيقات سالم لنسانده بها. قال أحد الصحفيين معترضا: ولكن جريدتنا لها قراؤها بالفعل والذين يحترمون مصداقيتها، ورجل الشارع يعرف جيدا سمعة جريدتنا وحيادتها وسط صحف المعارضة والصحف الصفراء. رد عليه أحد الصحفيين قائلا: نعم هذا صحيح، ولكن لا ضرر من أن نكتسب مزيدا من القراء للجريدة من الذين سيتابعونها الأيام القادمة بسبب تحقيق الجزار. تكلم أحد الصحفيين موجها سؤاله إلى سالم: ولكن ما حكاية الإمضاء في نهاية التحقيقات باسم أبو واشي؟ ضحك رئيس التحرير وسالم معا، ثم قال رئيس التحرير: أنا الذي اخترته له هذا الاسم كي يمكنه أن يظل أطول وقت ممكن في جمع المعلومات تلك القضايا ونشرها تباعا. أكمل سالم على كلام رئيس التحرير: وخاصة أن الأيام القادمة ستحمل مفاجأة أخرى، وهي أن يوم الثلاثاء ليلا سيقتل شخص آخر، وسيكون لنا السبق الصحفي مرة أخرى في إكمال سلسلة التحقيقات والتي أدعمها بنسخ من الصور لولا أن تحصل أي جريدة على مثلها. نظر الجميع لبعضهم وهم يبتسمون للنجاح الذي بدأت الجريدة تشاهده تلك الأيام، مما يعني نجاحهم الصحفيهم أيضا. ستحمل الأيام القادمة مفاجآت كثيرة، ولكن هل هي مفاجآت سارة؟ الثلاثاء 24 نوفمبر 2009، الساعة 3 مساء، دخل سالم بقامته القصيرة وشاربه المنمق يحمل حقيبة سوداء على كتفه، وهو يلقي التحية والنكات على كل من يقابله، متجها إلى مكتبه في مبنى الجريدة. حتى وصل هناك وفتح باب الغرفة لتطالعه المكاتب التي يجلس عليها زملاؤه وأصواتهم المرتفعة، وهم يباشرون إنهاء تقديم التحقيقات واستقبال مكالمات من محررين ومراسلين، والجميع يعمل كخلية نحل. في حين دخل سالم وهو يطلق صفيرا لأغنية قديمة لوردة واتجه لمكتبه، فنادى عليه وهو يسأله: هل تحقيق الغد جاهز للنشر؟ لا تسأل هذا السؤال مرة ثانية، أنت تعرف أنني جاهز دائما. دقائق،
وأعطيه لك من على الكمبيوتر الخاص بي. قالها سالم وهو يجلس إلى مكتبه الصغير مسترخيا، ثم يخلع الحقيبة ويخرج منها كمبيوتر محمول لابتوب ويضعه أمامه. وفجأة سمع صوت زميلته التي تقترب منه وتقول: على فكرة يا سالم، هناك خطاب أتى لك صباحا على الجريدة ويحمل اسم أبو رافي. ها هو. كانت زميلته قد اقتربت من مكتبه ووضعت الخطاب بجانب سالم الذي نظر لها مندهشا وهو يقول: خطاب؟ هذا أول خطاب أتسلمه في حياتي بعد خطاب الرفض الذي تسلمته في الثانوية بسبب الغياب. هل هناك من يتعامل بالخطابات هذه الأيام؟ أمسكه وفضه بحرص، فوجد ورقة صغيرة قرأها في البداية بعدم اكتراث، ولكن عينيه اتسعتا فجأة وهو يكمل القراءة، ثم زاد اتساعهما وبدأ جسده يتحفز مما جعل زملائه يلاحظون تلك الانفعالات. فسأله أحدهم ولكن لم يرد، وظل يقرأ الورقة حتى انتهى منها ورفع عينيه مخاطبا زميلته التي أحضرت له الخطاب قائلا بجدة: من أحضر هذا الخطاب لمبنى الجريدة؟ ردت عليه بعدم فهم: لا أعرف، لكن بالتأكيد سعر البريد، لأن الخطاب مرسل من صندوق بريدي. قام من مكتبه فجأة وهو يخرج من الغرفة وأصوات زملائه تلاحقه بالأسئلة، ولكنه لم ينتبه وهو يتجه إلى الطابق الذي يحتوي مكتب مدير التحرير. الساعة 3:15 مساء. دق سامح الباب 3 دقات حتى سمع من يدعوه للدخول، فدخل المكتب ليجد رجلا في الـ50 يجلس على المكتب. قام من مكانه وهو يصافح سالم باحترام، ثم دعاه للجلوس وقال له: هناك عمليتان من العمليات التي كنت تتابعها تحتاج لتدخل مباشرة مرة أخرى منك، وهذا بناء على طلب ضباط الحالة الذين استلموا عملياتك، ولهذا تم استدعاؤك لمبنى الجهاز مرة أخرى من القضية التي تشرف عليها الآن. قال سامح مستسرا: أي عمليتين؟ عملية تسمى الشاطئ، ويقول ضابط الحالة إن الهدف اختفى فجأة منذ ليلة، وعملية القصر التركي، ويقول المندوب أن المندوب خرج عن السيطرة. كان الرجل يبلغ سامح بما أخبره به ضباط الحالة كأسماء كودية وأشياء لا يفهمها سوى سامح، لأنه بالرغم من رتبته الأعلى منه لم يكن من حقه معرفة العمليات أو نوعها وأهدافها. ما أخبار القضية التي شرحتك لهم؟ تنهد سامح وقال: سرت فيها بخطوات سريعة، ولكني أقابل تجاهلا مقصودا من باقي الرجال المشتركين في القضية، وكل ما أحاول الحصول عليه يتأخر الأيام، وهذا ما يعطلني. حاول ألا تثير المشاكل معهم وحافظ على هدوء أعصابك، فهذه ليست قضيتنا من الأساس، أنت مجرد مساعد بها، ومن اليوم سنعود إليك بعض عملياتك لتتابعها مرة أخرى في الجهاز، وفي نفس الوقت تظل مع القضية. أنهى الاثنان الحديث واستأذن سامح الرجل، ثم صافحه وخرج. أعد القراءة مرة أخرى يا سالم، قالها رئيس التحرير وهو يمسك مقدمة جبهته مفكرا، وسالم يجلس أمامه ويمسك ورقة ويقول: بسم الله الرحمن الرحيم، أنت الصحفي الذي أطلقت علي لقب الجزار، وفي نفس الوقت أول من تكلم عن القضية بحياد. أنا لست قاتلا يا سيد، بل أنا رجل قتلني هؤلاء الرجال منذ فترة طويلة، وكل ما فعلته أنني عدت من موتي لأنتقم منهم. لم أقتل ولن أقتل لأنني لست مثلهم، ولكن كل ما أفعله أنني أخذ منهم الأشياء التي قتلوني بها كي لا يؤذوا شخصا آخر. هل أنا مخطئ؟ لا أريد شهرة ولا نفوذ ولا أمان، كل ما أريده أن تتركوني بسلام، أنفذ ما عدت من أجله، وإن كنت لا تصدق أنني من تطلق عليه لقب الجزار سأعطيك دليلا. يوم الثلاثاء ليلا سأشبع جوعي من جديد، سآكل قطعة جميلة من رأس أحدهم، سأشبع جوعي مرة أخرى وبرأس هذا الرجل الذي حلمت كثيرا أن آكل رأسه، وأتذوق ذلك الطعم اللذيذ الخلاب الذي يدغدغ معدتي مع كل قضمة. قال لي: هل
قل لي، هل أنا أقتله بهذا؟ لا، أنا أشبع جوعي فقط، ولو مات هو فهذا ذنبه وليس ذنبي. أرجو أن تصدقني وتوقف بحثك ورائي كي تمر الأيام بسلام وأنهي عملي وأعود للموت مرة أخرى. وأعتذر الآن لك بسبب بعض الترتيبات التي أقوم بها، لأن عندي صديق على العشاء، الجزار. ساد الصمت للحظات بين سالم ورئيس التحرير بعد قراءة تلك الكلمات، حتى قطع الصمت صوت سالم الذي قال بحسرة: لو كان هذا هو الجزار بحق، فهذا يعني أن جريمة سترتكب الليلة. ولو كانت هذه دعاية، فهي مصيبة أكثر، فذلك يعني أن هناك من تأثر بتلك الشخصية ويمكن أن يقلدها ويحاول أن يرتكب جريمة. ولكن الخط المكتوب في الورقة غريب، فهو صغير جدا ويقرأ بصعوبة لصغره، والكلمات مكتوبة بخط متمق جدا لشخص يعتني بالحروف بطريقة الرسم. لو كانت دعاية، أليس من الأسهل أن يرسلها الشخص مكتوبة على الكمبيوتر أو على الآلة الكاتبة كي يبعد الشبهات عنه؟ رد رئيس التحرير وهو لم تخرج من شروجه بعد: يجب أن تنشر تلك الرسالة كما هي في إعداد الغد كي نخلي مسؤوليتنا، ونقول إننا لا نعرف هل هي دعاية أم حقيقة، ونترك الحكم للقارئ. لو لم ننشرها وحدث ما هو مكتوب في الرسالة، فهذا يعني أننا أخفينا دليلا هاما يخص القضية، وخصوصا أنه يحدد أن من قتلهم قد ضروه قديما. وفي نفس الوقت، هذه الرسالة هي وثيقة هامة تحل أجزاء من اللغز الذي نثيره بالنسبة لقراء الجريدة. هذه الرسالة ستشعل الدنيا عندما تنشر، ولا يمكن أن أبلغ الشرطة لسببين: أولهما أنهم يتوقعون أن تحدث جريمة الليلة فلن أضيف جديدا، وثانيهما أن الرسالة احتمال كبير أن تكون دعابة فلن نستفيد بتلك الطريقة، إذا سننشرها غدا. نظر سالم عندها للورقة التي يمسك بيده ويقول: نعم، سأنشرها وسأكشف للعالم ما يجول بخاطر الجزار. الساعة 9:40 مساء، كان سامح يسير في الممر الموصل لغرفته التي أعدوها له في مبنى مباحث، وهو يراجع بسرعة تفاصيل العمليات التي تسلمها اليوم في الجهاز والقرارات التي اتخذها بشأنها وتنفذ حاليا. وصل إلى الغرفة فلم يجد العسكري يجلس أمامها ككل مرة، ففتحها ودخل، ثم ضغط على زر الإضاءة ليفاجأ بوجود ملف على المكتب موضوع في مكان ظاهر، فاقترب منه وفضه ليجده ملف الرائد عالي. إذا فقد أرسله العميد عمر أخيرا. الساعة 1:12 صباحا، منزل عمر. لقد كان هذا المنزل هو حلمه منذ الشباب، لقد حلم بأن يبني له ولعائلته منزلا من طابقين في حديقة صغيرة، وسور يحيط بالمنزل والأشجار العالية خلف السور. بالفعل بعد أن باع قطعة الأرض التي ورثها في شبابه وأودعها في البنك في شكل وديعة لمدة 20 عاما، قام باستردادها بعد أن أصبحت مبلغا محترما يمكنه من فعل ما كان يحلم به. اشترى قطعة أرض في إحدى المناطق الهادئة وقام ببناء المنزل الذي حلم به، وفي نفس الوقت قام بشراء قطعة أرض أخرى وبنى عليها منزلا مكونا من 4 طوابق لأطفاله الثلاث عندما يحين زواجهم الذي اقترب بالتأكيد. وما بقي من المبلغ سيجهز به بناته عائشة وسلوى ويساعد ولده محمد في زواجه، وكان المبلغ يكفي ويفيض، وهذا ما جعله مطمئنا لمستقبله بطريقة ما، لأنه لا يملك سوى راتبه وراتب زوجته التي تعمل مديرة بإحدى المدارس. هذا هو عمر، ينام على فراشه في غرفته بالطابق الثاني. الغرفة مظلمة، ولكن ضوء القمر يدخل بسيط من النافذة لينير جزءا من الفراش الذي يرقد عليه على جانبه الأيسر، وهو يرتدي الترنج ويضع يده اليسرى تحت رأسه. لكن لحظة، عمر ما زال متيقظا، فهو يبتلع ريقه بصوت مسموع كل بضعة دقائق، وحبات عرق باردة نبست على جبينه بالرغم من برودة الجو.
وعيناه التي تتشنج وهو يغلقها بشدة، كأنه يشعر بألم أو كأنه يجاهد ليغلقهما. فجأة تكلم عمر وهو ما زال ممض عينيه ولم يحرك أي أطرافه قائلا: أنت هنا أليس كذلك؟ بدأ وكأنه مجنون وهو يحدث نفسه بتلك العبارة التي خرجت واضحة، ولكن العجيب أن الرد أتى له. نعم، كان صوتا رخيما خافتا يمتلك صاحبه بحة في حلقه، وكأنه يجاهد لإخراج الكلمات مع بطء واضح في نطق الحروف. وقد أتى الصوت من مكان ما في الغرفة. لم يحرك عمر ساكنا وقال بهدوء: منذ متى؟ أجابه الصوت: منذ مدة. حبات العرق زادت على جبين عمر وهو يفتح عينيه ببطء قائلا: لقد أرسلت زوجتي والأطفال إلى بلدتي وقلت إنني سأذهب لهم غدا بعد أن أنتهي من قضية، وفتحت باب المنزل وباب الغرفة. أعرف. ببطء شديد أدار عمر جسده حتى صار ينام على ظهره وهو ينظر إلى ظلام الغرفة يبحث بعينيه، حتى وقعت عينيه على شيء فركز نظره عليه وقال وهو يحاول أن يتماسك: عندما مات والداي وأنا صغير سمعت أمي تقول لخالتي إن والدي كان يشعر أنه سيموت. قالت أنه كان يتصرف طبيعيا كأحسن ما يكون وكأنه سيعيش 1000 سنة، ولكنه في لحظات ما كان يجلس وحيدا كانت تراه وكأنه يشعر بأنه ميت أو سيلاقي مصيبة ما. لم أصدقها، ولكن منذ اللحظة التي مات فيها لطفي وأنا أشعر أني سأموت، لكني كنت قويا وعنيدا أعيش حياتي كما فعل والدي تماما كأنني سأعيش 1000 سنة، ولكن من داخلي كنت أنتظر الموت. فكرت أن أقاوم ثم لم أجد فائدة. أحسست أنه قدري، والليلة شعرت أنك تأتي وها أنا أنتظرك. بعد أن انتهى عمر من حديثه كان ما زال ينظر إلى هذا الشيء في الظلام الذي يبدو خيالا لرجل بالغ يقف ناظرا إليه، ولكنه لم يتحرك طوال هذا الوقت. وفجأة خرج من هذا الشيء الصوت الخافض قائلا: للأسف لا أشعر بشعورك الذي تصفه، لأن الليلة التي قتلتموني فيها لم أشعر قبلها بأنها آخر ليلة. كنت ناجحا والمستقبل أمامي يرسم الأحلام بريشته الرقيقة، زوجة جميلة مخلصة حنون، وطفلة تشبه الملائكة، وعمل يدر عليه دخلا، وقد بدأت مباهج الحياة في الظهور. لم أتوقع اللحظة أنني سأموت في تلك الليلة، وحتى لو توقعت لم أكن أتوقع أن تموت حبيبتي وطفلتي. إنه لقاس أن تفقد حبيبتك التي لا تتخيل أن تعيش مستقبلك وهي ميتة، لا مستقبل بدون لمسة يدها، لا مستقبل بدون أحضانها الدافئة، لا مستقبل بدون ضحكة طفلتي، لا مستقبل بدون وجهها الملائكي، لا مستقبل بدون عينيها التي كانت تملكني وأنا أحملها بيدي. سكت لحظات وأكمل: والحمد لله لقد مت بعدها، فلم أضل على قيد الحياة كثيرا، وعائلتي بعيدة عني. ارتفع حاجب عمر وهو يقول بدهشة: أنت ميت؟ شعر عمر أن الرجل الواقف في الظلام يبتسم وهو يقول: نعم، أنت قتلتني بسبب عقلك تلك الليلة، أنت من أمرت بنقل الجثة ورمي في الزنزانة حتى ماتت طفلتي من الجوع. كان يمكنني أن ألحقها، ولكنك بعقلك الحكيم منعتني من الحرية وقمت بإخفاء كل شيء عن تلك الليلة، بل قمت بمساعدة من فعلوا ذلك بي على الخروج من مأزقهم. علي أن أعترف أنك تمتلك عقلا يجب أن يحترم. فجأة توقف عن الحديث للحظات وهو ينظر لساعة يده اليسرى، ثم نظر لعمر وقال: حان موعد العشاء. اتسعت عينا عمر من الفزع عند سماع العبارة وقال بكلمات خرجت مهزوزة: هل سأشعر بالألم؟ ظهر أن الرجل الواقف في الظلام يخلع شيئا ما يرتديه، يبدو أنه سترة، وأثناء خلعه له ظهر لمعان لأشياء معدنية تبرق من داخل السترة على ضوء القمر.
عيد كأنك لن تشعر بشيء عندما تغمض عينيك. تراخى جسد عمر وهو يغمض عينيه، وهو يسمع صوت خطوات خفيفة تقترب منه، وهو يقول بصوت مرتعش يحمل لمحة من السخرية: كنت أقول لحسن أن لن أقتل على يد الجزار مهما حدث. كلامي كان مقنعا لدرجة كبيرة، لكن من داخلي كنت أعرف أنني سأقابلك. شعر بوخزة محقن في ذراعه اليمنى وسائل يدخل في عروقه في تلك اللحظة. فتح عينيه فجأة ونظر إلى الرجل ووجهه المظلم بسبب ضوء القمر الخافت الذي يأتي من خلفه. بالرغم من الضوء الخافت الذي يخفي معه لما وجهه، إلا أنه عمر بعد أن نظر له صرخ فجأة: